كويبلا، الطبق الأخضر في العالم، طبق شعبي قديم وشهير يتم تناوله في تايلاند، وهو مسؤول عن وفاة ما يقارب 20,000 شخص كل عام. يعتبر كويبلا طبق سلطة، ويتكون من السمك النيء المفروم وعصير الليمون والأعشاب والتوابل، لكن السمك هو العنصر الإشكالي في هذا الطبق بسبب الطفيلات التي تعيش فيها، إذ يتم استخراج السمك من المياه العذبة من نهر ميكونغ، والتي غالباً ما تكون موبوءة بالديدان الطفيلية المفلطحة المعروفة باسم الديدان الحية المثقوبة، وتعتبر أكثر الطفيلات المسببة لسرطان القنوات الصفراوية، والتي تسبب بوفاة 20,000 شخص تقريباً سنوياً في تايلاند. ويقول أحد الأطباء في تايلاند إنه أجرى اختبارات مكثفة على قرويين تايلانديين في مقاطعة إيسان المشهورة بتناول كويبلا، ووجد أن 80% من السكان قد تناولوا هذا الطبق، وعلى الرغم من أنهم لم يعانوا جميعهم من سرطان القناة الصفراوية، فإن خطر الإصابة بهذا المرض القاتل عال في المستقبل.